اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الباوربوينت للمبتدئين. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتوا بالفيديوهات اللي فاتت واللي اتكلمنا فيها عن التعريف بالباوربوينت، بعد كده اتكلمنا عن الشريحه او السلايد، بعد كده اتكلمنا عن الخلفيه او الباك جراوند، واخر فيديو معانا كان عن الكتابه او النصوص بصفه عامه. والنهارده ان شاء الله معانا مع فيديو مهم جدا وهو عن الصور. هنعرف فيه ايه هي كل الطرق الممكنه اللي انا ممكن اضيف بيها صور للبرزنتيشن بتاعي، وايه هي خصائص الصور اللي موجوده في الباوربوينت وازاي اتعامل معاها. بس قبل ما نبدا، لو انت مش مشترك في القناه يشرفني جدا انت تشترك وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو انت مشتركين القناه فاضغط لايك اذا عجبك الفيديو واكتب لي كومنت فيه لو عايز تستفسر عن اي حاجه. يلا نبدا فيديو جديد، يلا بينا. اول حاجه علشان افتح نافذه باوربوينت جديده بدوس كنترول واند تطلع بالمنظر ده، وزي ما تعودنا دي السلايد بتاعتي، بدوس كليك يمين لاي اوت بلانك علشان يبقى بالشكل ده. ولو انت اول مره تسمع الكلام ده فننصحك بشده ان انت تبدا سلسله الكورس بتاعنا من الاول خالص، واللي هتظهر لك فيه الدايره اللي فوق او هحط لك اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو. تمام، اول حاجه هنتعلمها النهارده يا جماعه ازاي اعرف اضيف صور للبرزنتيشن بتاعي، او هي كل الطرق اصلا الممكنه اللي ممكن اضيف بيها صور. بس خلوني الاول اعمل كذا سلايد بكنترول ام، برضه اتعرفنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. انا عندي يا جماعه ثلاث طرق علشان اضيف بيها صور للبرزنتيشن بتاعي. اول طريقه ان انا بروح اضغط على انسرت، بعد كده بلاقي بيكتشرز، بعد كده هو بيجيب لي الصور اللي موجوده على الجهاز عندي، بختار منهم اي صوره وليكن مثلا دي، واضغط على دبل كليك الاقي الصوره بالمنظر ده موجوده هنا. طيب تاني طريقه، ودي ميزه حلوه جدا في الباوربوينت، ودي علشان لو انت عايز مثلا تجيب صوره من الانترنت وتحطها في البرزنتيشن بتاعك، ففي طريقه ان انت ممكن تخش مثلا على جوجل تعمل سيرش على الصوره، بعد كده تعمل سيف للصوره على الكمبيوتر بتاعك، بعد كده بتخش من هنا تعمل انسرت بيكتشر وتجيبها. بس طبعا للفه الطويله دي كلها في حاجه ميزه باوربوينت بيوفرها لنا، ان انا ممكن ادوس انسرت، بعد كده بدوس اونلاين بيكتشرز. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت لازم يكون جهازك متوصل من الانترنت عشان تستخدم الميزه دي. هيطلع لي كده، هعمل هنا سيرش على اللي انا عايزه، وليكن مثلا نعمل سيرش على اللاين او الاسد، وادوس انتر. هيظهر لنا هنا مجموعه من صور الاسود موجوده على الانترنت، بختار الصوره اللي انا عايزها وادوس انسرت. نقعد بس يحملها شويه وهتلاقي الصوره ظهرت قدامنا بالمنظر ده. طبعا بيبقى جاي معاها دي علشان العلامه او حقوق النشر كوبي رايتس بتاعت الصوره. تمام، تالت طريقة ان انا ممكن بكل سهولة اروح على الصور اللي موجودة على الجهاز عندي، واقف على الصورة واضغط كليك يمين كوبي، وارجع تاني للبرزنتيشن كليك يمين وبيست، تطلع عندنا الصور بالمنظر ده. خلونا بس نمسح الجزء اللي تحت ده ونكبر دي شوية. وبكده يا جماعة تكون دي كل الطرق اللي انا ممكن اضيف بيها صور للبرزنتيشن بتاعي. طيب لو انا عايز امسح صورة مثلا، بقف على الصورة عادي خالص وادوس ديليت، او اقف على الصوره وادوس كليك يمين وهلاقي في هنا كات او ديليت. تمام، طيب افرض انا عملت ديليت للصوره وعايز ارجع في اللي انا عملته. خلونا يا جماعه نعرف قاعده عامه في الباوربوينت، لو انت عملت اي اكشن وعايز ترجع فيه بتدوس كنترول بلس زد ترجع فيها. طيب لو انا عملت كنترول بلس زد هيفضل يرجعني في الخطوات اللي انا عملتها. طيب انا عايز اطلع في الخطوات دي تاني، يعني انا عملت كنترول زد رجعت خطوه لورا، لا عايز ارجع خطوه بدوس كنترول بلس واي، هيبدا يطلعني كذا خطوه من اللي انا رجعته، وهكذا. دي طبعا مش مع الصور بس، دي مع اي حاجه او اي اكشن هعمله في الباوربوينت. تمام، تعالوا بقى نتكلم، نمسح بس السلايدز دي ونتكلم في الفورمات بتاع الصور، او ايه هي الخصائص اللي موجوده في الباوربوينت للصور وازاي اتعامل معاها. طبعا زي اي حاجه اتعلمنا عليها قبل كده، بدوس على الاليمنت او الصوره نفسها، وبعد كده بروح على فورمات، هيظهر لي دي كل الخصائص بتاعه الصوره. خلونا نبدا اول حاجه بالجزء اللي موجود هنا بتاع السايز. الجزء ده طبعا ممكن اتحكم فيه في الهايت والويدز عادي خالص بتاعه الصوره، او ممكن برده من هنا، وهلاحظ قدامي ان كل ما اغيرها الارقام هتتغير هنا. تمام، ده ما فيهوش مشكله، ده حاجه سهله جدا. بعد كده بقى في جزء مهم جدا عن الكروب بتاع الصوره اللي انا عايز اقص الصوره. ممكن ادوس هنا هلاقي في كذا حاجه هنتعلمهم دلوقتي. اول حاجه كروب، اللي انا بيخليني اتحكم في ان انا اقص الصوره منين. مثلا عايز الجزء ده كده بس يظهر، ادوس عليها، بعد كده ادوس اضغط على كروب يظهر لي بالمنظر ده. ارجع في اللي عملته زي ما اتعودنا كنترول بلس زد.
تمام. اللي بعد كده فيها اللي هو فيه كروب شيب، ودي ميزه مهمه جدا في الباوربوينت، ان انا ممكن اعمل كروب للصوره على شكل من اللي انا اعملهم دول، بمعنى ان انا عايزها مثلا على شكل قلب هيطلع لي بالمنظر ده، كنترول زد. عايزها على شكل علامه اللي هي المالتبلاي دي هتظهر لي بالمنظر ده، وهكذا. بعد كده في عندي برضو حاجه كويسه جدا واللي هي اسبكت ريشيو، يعني بيعمل لي كروب للصوره او بيقص لي الصوره على الريشيو ايه. فمثلا خلينا نجرب الريشيو اللي هي 16 ل 9 دي، بعد كده بدوس كروب هيطلع لي بالمنظر ده. طب ليه انا اخترت 16 ل 9؟ لان انا عايز اعلمك حاجه، ان انت مثلا لو عايز، احنا اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نحط باك جراوند للسلايد. طب افرض ان انا عايز اعمل صوره اخليها كده خلفيه، انا اللي اصممها كده خلفيه بايدي مانيوال يعني للسلايد بتاعتي، بعمل كروب ليها. نرجع بس كده الاول عشان نفهم اللي انا قصدي عليه. بعمل كروب للصوره ديت باسبكت ريشيو 16 ل 9، لان هي دي السلايد بتاعتي، دي الريشيو بتاعت ال دي الريشيو اسبكتس بتاعت ال بتاعت السلايد بتاعتي. فانا بدوس 16 و9 هنا واعمل كروب واوقف الصوره كده على الشمال وابدا اكبرها كده، هتبقى هي الباك جراوند بتاعتي. طيب في فرق بين دي واللي احنا اتعلمناه؟ اه، تعالى اوضحه لك بسرعه كده. لو انا هنا عايز اضيف باك جراوند، اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت كليك يمين باك جراوند، بعد كده بخش على بيكتشر، بعد كده بعمل انسرت، بعد كده خلينا نعمل اي صوره من الانترنت تشايلد مثلا، ماشي، نعمل انسرت. ولاحظ ان الصوره اللي اخترتها دي بقت هي الباك جراوند بتاعتي بالمنظر ده. تمام. في فرق بين دي ودي؟ اه في فرق، ان دي باك جراوند انا ما اقدرش اتحكم في الصوره دي، انا مهما اضغط خلاص دي خلفيه، انما هنا دي صوره انا اللي عاملها خلفيه يعني اقدر اتحكم فيها. اتمنى يكون الغرض من اللي انا عايز اوصله يكون ايه، وصل لكم يا جماعه. نمسح بقى السلايد دي مش عايزينها، ونرجع نكمل تاني الخصائص بتاعت الصور اللي موجوده في البرنامج. خلصنا كده كروب، تمام. ممكن اعمل فيت اللي هو بيخلي الصوره تبقى شكلها فيت بالنسبه للسلايد، تمام. هقول له هنا كروب برضو هتطلع لي بالمنظر ده، تمام. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالسايز. نروح على الجزء الخاص بالرينج، واللي هيقابلنا في كذا حاجه في الفيديوهات اللي جايه. طبعا عندي الاين، انا بخلي الصوره هنا على الشمال او على اليمين او في النص، فوق او تحت او برضو في النص، والكلام ده سهل جدا. بعد كده بقى في عندي حاجه مهمه جدا وهي ديستريبيوت هوريزونتلي وديستريبيوت فيرتيكلي، عايزين نتعلمها دلوقتي. دي هتبان لما يبقى عندي كذا عنصر، بمعنى ان انا خليني اخد دي كنترول سي واروح هنا كنترول في، وبرضه نفس الحكايه مع دي كنترول سي واروح هنا كنترول في، تمام. انا عندي يا جماعه 3 صور موجودين هنا جنب بعض، ممكن اختارهم كلهم كده او ادوس كنترول اي برضه فورمات الاين واقول له ديستريبيوت هوريزونتلي، هيبدا يرتب لي الصور بحيث ان هو يخليهم المسافات اللي بينهم واحده ويخلي شكلهم متناسق. طب لو انا عندي الصور دي كده مثلا، ادوس كنترول A فورمات الاين ديستريبيوت فيرتيكالي، هعملهم لي بالمنظر ده. نمسح دول كده تاني، خلينا نجيب دي عشان هنحتاجها شغلنا دلوقتي، تمام. كده يبقى احنا خلصنا الاين. طبعا روتيت سهله جدا، عايز تلفها يمين تلفها شمال تغير شكلها الناحية التانية بالمنظر ده، خليها دي هتبان هنا أكتر. طيب قبل ما نكمل دي بس خلينا نتعلم الأول البرينج فورورد والسند باكورد كمان. أنا عندي الصورة دي هي اللي قدام، لو اتكيت سند باكورد هتبقى هي اللي ورا. لو أنا في عندي كذا عنصر، بمعنى أنا مش عارف أنا مسحتهم أصلا، احنا كده كده هنحتاجهم، خلينا نحط دي كمان هنا. بمعنى إن أنا عندي كذا عنصر موجود كده، فأنا لو دوست على دي سند باكورد هيخليها لي تحت دي ولكن فوق اللاين، لسه انا ما قلتلهاش انزل لي ورا اللاين. لكن لو انا عايزها تبقى اخر حاجه خالص، بدل سند باكورد دوس هنا السهم اللي موجود واقول له سند تو باك، هترجع اخر حاجه خالص في الخلفيه. ونفس الكلام برضو لبرينج فورورد او برينج تو فرونت، تمام. عايزين نتعلم بس كلمه فليب فيرتيكال وفليب هوريزونتال. لو انتم ملاحظين الصوره شكلها بيختلف ازاي، ودي ممكن تفيدك وانت بتصمم انفوجرافيكس بالذات، بدل ما تعمل مثلا عامل سهم شكله الناحيه دي، بدل ما تعمله تاني وتعمل الراس بتاعته الناحيه التانيه، بتدوس فليب هوريزونتال على طول تحول شكله للعكس. طبعا مور روتيت اوبشن دي تختار الروتيت اللي انت عايزه بالارقام 60 مثلا وهكذا.
نرجع تاني. تمام، يبقى كده احنا خلصنا الجزء الخاص بسايز والجزء الخاص بالرينج. بعد كده عندي فيه طبعا بيكتشر بوردر، لو انا عايز اضيف بوردر للصورة بتاعتي بختار البوردر اللي انا عايزه، وبرضه ممكن اختار الحجم بتاعه زي ما انا عايز، واختار شكله يبقى داش زي او لا، ولو انت احتاجت تضيفه يعني في الغالب مش هتحتاج تضيفه. بيكتشر افكتس اللي اتكلمنا عليها وهنتكلم عليها في كل فيديو من فيديوهاتنا دي فيها الخصائص الموجوده لاي المنت، غالبا هتبقى واحده. هنا لو انا عايز اضيف شادو للصوره بتاعتي بالمنظر ده، تمام، او لو عايز اعمل ريفليكشن اعمل انعكاس ليه كده، وجلو دي لو انا عايز اطار من الالوان حواليها زي ما قلنا قبل كده، وعندي الروتيشن هختار الروتيشن اللي انا عايزه للصوره بتاعتي. تمام، في عندي برضو سوفت ايدجز وبيفل ديت خليها لي بالمنظر ده، دي هتفيدنا اكتر في الانفوجرافيكس. وسوفت ايدجز دي مش هنستخدمها كتير غير في الشادو، هنتكلم عليها بالتفصيل في الفيديو الخاص بالشادو ان شاء الله. برضو زي ما الباوربوينت بيعمل لنا كل مره بيوفر لنا لي اوتس جاهزه عشان يوفر علينا في الشغل، بس خلونا الاول نرجع في كل حاجه من دول. ريفليكشن او نو ريفليكشن، جلو نو جلو زي ما هي، سوفت ايدجز خلاص، 3 دي روتيشن كله تمام. بيوفر لنا لي اوتس جاهزه للصور، بمعنى ان انا هدوس هنا هلاقي في لي اوتس جاهزه بدل ما اقعد اظبط انا من البيكتشر افكتس الروتيشن بتاعها وهكذا. تمام، في بقى يا جماعه حاجه كويسه جدا في الباوربوينت، نرجع بس كده، في حاجه كويسه جدا في الباوربوينت بالنسبه للصور، ودي بتخليه حاجه مصغره جدا جدا او حاجه مبسطه جدا جدا من الفوتوشوب. انا مثلا عايز عندي صوره زي دي وعايز افصل الخلفيه عن الصوره نفسها. اللي بيعرف يشتغل منكم فوتوشوب هيعرف ان الكلام ده بيحصل بسهوله جدا في فوتوشوب، لكن لو انا عندي هنا بشتغل في الباوربوينت وعايز اعمل حاجه سريعه مش محتاج ان انا اوصل للفوتوشوب، الباوربوينت بيوفر لنا الطريقه دي عن طريق ريموف باك جراوند. ولكن علشان ده الباوربوينت مش الفوتوشوب، يعني بمعنى اصح دي مش شغلته، فهو ما بيعرفش يعمل كده لو في عندي تداخل في الالوان ما بين الاليمنت نفسه وما بين الباك جراوند. فيا ريت لو انت عايز تعمل كده تختار صور يكون فيها الفرق ما بين الالوان، فرق في الالوان اقصد ما بين الاليمنت والباك جراوند يكون واضح جدا. زي مثلا هنا عندي طبعا اللي باللون الفايلت ده او بنفسجي ده، دي الحاجات اللي هتتمسح من الصوره. فانا عندي هنا في شويه الوان متداخله، لكن والله كويس هو عارف يفرق برده الشكل بتاع اللي موجود ده. تمام، بشوف هنا اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز كده، واقول له كيب تشينجز، هتلاقي عندي الشكل نفسه والباك جراوند راحت. دي ميزه مهمه جدا، وعلى فكره في فيديو موجود في القناه بيتكلم عن الحكايه ديت بالتفصيل اكتر، هحط لك هيظهر لك الفيديو ده في الدائره اللي فوق، وهحط لك برده اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. تمام، عندي بعد كده كوركشنز، دي حاجه خاصه باللايت. خلينا بس نرجع الاول في الباك جراوند دي، كنترول زد. تمام، هنا دي حاجه خاصه بالبرايتنس او حاجه خاصه بالالوان اللي موجوده في الصوره بتاعتي لو انا عايز اتحكم فيها او درجه الالوان بتاعتي مش عجباني. وبرده الارتستيك افكت ديت نفس الحكايه فيها، ممكن اخليها بالشكل ده وهكذا. تمام، الكالر نفس برده الحكايه، يعني بالنسبه للكوركشن والكالر والارتستيك افكت ديت بختار بيها لو انا عايز اغير شكل الصوره بتاعتي او الالوان اللي جوه الصوره بتاعتي نفسها. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو واتكلمنا عن كل حاجه خاصه بالصور في الفيديو بتاعنا. وزي كل مره هقول لك عشان ما تنساش الفيديو، عشان تعرف تتعلم الباوربوينت معايا خطوه بخطوه في 13 فيديو بس، انصحك بشده ان انت كل فيديو هنشرحه وتجربه بعديها علشان الكلام يثبت. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، واتمنى نكون مستفيدين بالكورس بتاعنا. شكرا جدا يا جماعه.